ما نجي نقول لك صفق للرئيس ولا صفق للوالي ولا دافع على بلادك. أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. أفرحي وزغرتي يا مزغنة ولادك مازالهم عايشين، هذه هي القصبة ديالنا، وحنا هما الجزائريين، وحني حني حنانا وشنانا فلي ما حنوش، نعرفوا روحنا وأصلنا وفي طبيعتنا ما نزخوش، شادين في ربي مولانا ومن غير ربي ما نركعوش، القصبة المحروسة مزغنة ولد الترجال ما ماتوش. حاج حمد يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتنا وخواتنا وين ما كنتوا، هذا الحاج حمد يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خاوتنا اللي راه في الغرباء نحييكم كاع ونرحبوا بكم في هذا الفيديو اللي نتمناو يكون فيه الخير للبلاد والعباد. تبون خلينا نهضروا ضرب في موضوع مهم. ايوا قضيه تاع الولايات، هذا لا 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 الموضوع راه داير حساسيه بين الناس. كاين على بالك احنا شفنا الميزانيه تحسنت، وانت راك تقول الميزانيه تحسنت والحمد لله. كاين ولايات اللي التنميه فيها مشات الوجه تاعهم بان الوجه، كاين ولايات على كل حال بلا ما نذكرهم، ولكن يا سي تبون في نفس الوقت كاين ولايات على كل حال مازالوا في المؤخره ومازال ما استفادوش. نوعدكم ما نخليش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نخلو حتى ولايه في المؤخره، كل ولايه تسفاد. يا سي تبون ما عليناش، هذه هايله هذه هايله هايله، ولكن يا سي تبون انت خرجت لعده ولايات، بون ماهوش بزاف على كل حال، ولكن خرجت لهم خرجت لهم، نالوا شرف الزياره تاع رئيس الجمهوريه، ايوا، ولكن كاين ولايات اللي ما خرجت لهمش، من بينهم مثلا الولايه اللي نسكن فيها انا، ولايه شلف. ويلاش تلف مثلا انا سيدي ما جيتهاش كاع، ها ما جيتهاش سي تبون كيفاه؟ او كيفاه سي تبون؟ واش لما تزورهاش ولا واش لما زرتهاش وما تزورهاش ولا كيفاه؟ او فهمنا انا سي تبون، هنا بغينا نفهموا كيما نقولوش لف، كيما نقولوش لف على ولايات محقوره، ولايات محقوره، شلف وكاين عده ولايات انت مازال ما خرجت لهمش يا سي تبون، انت مازال ما خرجت لهمش، ضروك هذه الولايات على كل حال ما استفادوش، ما استفادوش، ما استفادوش. والحالة تاعهم، الحالة تاعهم بكل صراحة يا سي تبون والله العظيم الحالة تاعهم ما تعجب. أنا نعطيكم كلمة شرف، كلمة شرف أن ما نخلو حتى ولاية في الحالة اللي راها فيها. وإحنا كذلك يا سي تبون نعطوك كلمة شرف باللي ما نخلو حتى صندوق تاع انتخاب إلا وفيه عبد المجيد تبون. سي تبون انت في واحد التصريح قلت وهضم الشعب وهضم الاموال تاع الشعب مشات. ما نجي نقول لك صفق للرئيس ولا صفق للوالي ولا دافع على بلادك. اقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. أفرحي وزغرتي يا مزغنة ولادك مازالهم عايشين، هذه هي القصبة ديالنا، وحنا هما الجزائريين، وحني حني حنانا وشنانا فلي ما حنوش، نعرفوا روحنا وأصلنا وفي طبيعتنا ما نزخوش، شادين في ربي مولانا ومن غير ربي ما نركعوش، القصبة المحروسة مزغنة ولد الترجال ما ماتوش.